رونالدينيو جونيور يحاول الان لرامون لوبيز يلعبها العرضيه. الله جول، اول الاهداف لجل بالراس هدف التقدم لمصلحه فريق خورفكان. لاحظ هنا هذه اللمسه، هذه الكره العرضيه من رامون لوبيز، وبعد ذلك الراسيه من اللاعب البرتغالي جاب الهدف الاول لمصلحه فريق خورفكان. على المرور التقدم، هذه خطيره. الله من إلتون، لاحظ النقلة، لاحظ التمريرات، لاحظ التوغل والدخول داخل منطقة الجزاء، وبعد ذلك سجل الهدف رامون لوبيز الهدف الثاني لمصلحة فريق خورفكان. النسور يحلقون اليوم هنا في هذا المساء. فكان إذا استمرت النتيجة بهذه الطريقة، هل من هدف ثالث؟ الثالث يأتي الآن. نعم، عن طريق اللاعب إلتون جونيور هو من يسجل. فريق خورفكان، لاحظ النقلات، لاحظ التمريرة الله من اللاعب. الخطأ أيضا صار من المدافع حبيب يوسف، وبعد ذلك المتابعة كانت حاضرة. أنتونيور اللاعب البديل اللي شارك من خلال الشوط الثاني، وهو أيضا يأتي ويسجل الهدف الثالث لمصلحة